مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكعك بنكهة الكاكاو. عنا طحين، كوبين سكر بودرة، نص كوب نشا، 3/4 الكوب كاكاو، كوب زيت نباتي، كوب حليب، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة، كمان بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا وربع ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط فوق طحين نشا، بيكنج باودر، كاكاو. خليطهم مع بعض. بسم الله. اكيد نخلت طحين والسكر والكاكاو. خلطتهم بهيدا الشكل. هلا بحطهم على جنب. هلا بجد تاني بحط الزيت الحليب الملح ملعقة صغيرة فانيلا بيضة. بخلطهم منيح مع بعض. بحط السكر. بسم الله. كمان بخلطهم. بس خلطتهم منيح. هلا بحط خليط طحين شوي شوي وبحرك. بسم الله. إذا منا الكعك أكتر حلو فينا نزيد سكر بعد. هلا بحط الخليط الباقي. بنحرك كمان. بسم الله. هلا من الأفضل اعجنهم بالإيد. ممكن نحتاج بعد حوالي نص كوب طحين حسب نوعية الطحين. كمان راح ازيد نص كوب طحين. عجينتها وطريقتها كتير سهلة، يعني اذا رخوة منزيد طحين ما في مشكلة، ما بتنتزع العجينة ولا شي.
خلصنا خلطهم بهيدا الشكل. هلا بدنا نكفي الطريقة. بعد ما صارت العجينة بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ إذا عملناها بتصير بهيدا الشكل، فينا نستعملها. هلا لنشكل العجينة. عندي زيت نباتي كمان، إذا لزقت العجينة واحتجت الزيت بغطي إيدي. بشكلها بهيدا الشكل، بعملها أقراص صغيرة أفضل بهيدا الشكل، وبحطهم على ورق الزبدة. نفس الشي بعملها بهيدا الشكل وبحطها على ورق الزبدة. هولي بعد ما حطيتهم على ورق الزبدة، هلا بحطهم بالفرن. هول الكعكات أخدوا بالفرن 7 دقايق، هلا بحطهم على جنب لا يبردوا. هول الكعكات اللي عملتهم أنا وياكم، لنشوف مع بعض كيف طلعوا. هيدا الشكل. هول الكعكات اللي عملناهم مع بعض. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.